أيوة. اسحب انا بتجوز انا غلبان بس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتدهورة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 10 سنوات، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب متتالية في أقل من 5 سنوات، وفي ظل استمرار المعاناة والتضييق على أبناء شعبنا، ما يزال الجانب الإسرائيلي يفرض سياساته وإجراءاته التعسفية على كافة مناحي الحياة، ولا سيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت، والتي أدت إلى بطء شديد في عملية إعادة الإعمار، وزادت من معاناة المواطنين، وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. أمس تحكم ورقابة من قبل الجانب الإسرائيلي ورقابة من تتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها 1181 وحدة سكنية من أصل 11000 وحدة سكنية، تدمرت بشكل كلي، والآلاف الوحدات التي تدمرت بشكل جزئي ويبلغ وهي تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا في عام 2014 فقط. إن استمرار تحكم ومنع الجانب الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار. الأول جزء كبير منها يذهب إلى تكلفة